السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر معكم أعزائنا الطلاب والطالبات في محاضرات علم الأحياء الدقيقة، واليوم إن شاء الله سنتحدث عن المحاضرة العاشرة اللي هي ميديكال بايكولوجي، مع ملاحظة أن هذه المحاضرة لقسم التمريض فقط، لطلاب علم الأحياء الدقيقة في قسم التمريض فقط، هذه المحاضرة غير مطلوبة من طلاب قسم التحاليل الطبية. فعلى بركة الله نبدأ هذه المحاضرة التي بعنوان اللي هي الفطريات الطبية أو علم الفطريات. بداية نتعرف على بعض التعريفات في علم الفطريات. مصطلح ميكولوجي يعني هو عبارة عن فرع من فروع الأحياء، وهذا الفرع يهتم بدراسة اللي هي الفطريات الفنجاي، يهتم بدراسة الفطريات من ناحية جينيتيك، من ناحية وراثية، من ناحية بيوكيميائية، صفات البيوكيميائية للفطريات، من ناحية تقسيمات الفطريات، من ناحية أهمية الفطريات للإنسان، من ناحية صحية، من ناحية غذائية، من ناحية علاجية إلى آخره، أو من ناحية حتى كمان الأمراض اللي بيسببها أو السموم اللي بتنتجها الفطريات. عندنا مايكولوجيست اللي هو العلماء المختصين بعلم الفطريات. المايكوتوكسيكولوجي هي عبارة عن دراسة السموم التي تنتجها الفطريات. كلمة مايكوزيز معناها اللي هي الأمراض التي تسببها الفطريات. انتوجين هي عبارة عن المواد الكيميائية التي تنتجها الفطريات، وهذه المواد الكيميائية تؤثر على العقل، تؤثر على عقل الإنسان، على صحيان الإنسان، على مخ الإنسان، فممكن يعني تؤدي إلى الهذيان مثلا، تؤدي إلى فقدان الشعور أو فقدان حضور الإنسان في المكان، فهذه تستخدم طبعا إما كمخدر أو بيستعملوها أحيانا في المخدرات. في سنة 2017 كان عندنا 120 ألف سبيشيز، 120 ألف نوع من الفطريات، لكن طبعا معروف 120 ألف نوع معروف من الفطريات، بيعرفوه الناس، بيعرفوه العلماء، لكن يعتقد العلماء أنه في الكون أو في العالم من 2.2 ل 3.8 مليون سبيشيز، معظمهم طبعا مش معروفين. الأنواع الممرضة للإنسان تقريبا من 100 ل 120 نوع فقط، وهي طبعا دائما بتكون ممرضة للإنسان اللي مناعته الضعيفة، سواء كان في عدوى المستشفيات أو الناس مصابين بالإيدز، الإميونو كومبريمايزد بيشنت، الناس اللي مناعتهم ضعيفة، مرضى الإيد، مرضى السكري، اللي بيزرع عضو، هدول الناس معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بالفطريات، لأن الفطريات هي عبارة عن ميكروبات انتهازية بتصيب الناس اللي مناعتهم ضعيفة. هذه صور بعض الفطريات اللي تستخدم في الطعام مثل عش الغراب. زي ما انتم شايفين في الصورة تعتبر بعض الفطريات ممرضة للنباتات. تعتبر الفطريات من الكائنات المتعاونة أو المتكافلة مع بعض المخلوقات الأخرى مثل الأشجار أو النباتات أو حتى الطحالب. عندما تتعاون أو عندما تكون هناك علاقة وثيقة بين الفطريات والطحالب، بنسميها هذه الفطريات لايشن، أو هذه الحالة بنسميها إيش؟ لايشن. إذن لايشن هي عبارة عن سيمبوتيك ريليشن شيب بتوين ألجي أند فنجاي، يعني تعاون وعلاقة وطيدة بين الفطريات والطحالب.
الفطريات هي عبارة عن كائنات حقيقية النواة. نتحدث الآن عن صفات الفطريات حقيقية النواة. كمان هي عبارة عن كائنات ليس لها أوعية. كمان تنقسم بواسطة الأبواغ أو بنسميها الكونيديا، التي تنتقل من مكان إلى مكان عن طريق الهواء أو الرياح. الفطريات تنتج إنزيمات هاضمة لتحصل على طعامها، تهضم الطعام. طبعا هي هناك كمان شوية إن إيش هي تهضم الطعام ثم تبتلع الطعام. تختلف عن الكائنات الأخرى، يعني الإنسان يبتلع الطعام ثم يهضمه أو الحيوانات، لكن الفطريات لا، تهضم الطعام أولا عن طريق الهيدروليتيك إنزيمز، الإنزيمات الهاضمة، ثم تبتلع هذا الطعام. طبعا هي تنقسم إما انقسام جنسي ميوتيك أو انقسام لا جنسي ميتوتيك عن طريق اللي هي الأبواغ، إنتاج الأبواغ. وهنحكي عن الخطوات الانقسام تبعت الفطريات بعد قليل. الفطريات يعني في معظمها غير متحركة، أنا متعال فقط في عنا نوع واحد من الفطريات هو متحرك، اللي هي الكايتريدز اللي في الفلاجيلا، زي تقريبا زي السبيرم. الفطريات مثل النباتات ممكن تكون الخلية هابلويد أو ديبلويد، يعني فيها العدد الكامل للكروموسومات أو نصف عدد الكروموسومات. لما نقول إن تكون نص عدد الكروموسومات بنقول هابلويد، تكون عدد الكروموسومات كامل مضاعف بنقول إيش ديبلويد. الفطريات لها عدة مراحل في الانقسام. من أحد المراحل قلنا الأبواغ، بعدين في عنا فيجيتيتيف بادي. فيجيتيتيف بادي هو الجزء النشط في الفطر الذي ينمو ويتكاثر ويعني ينقسم. من خلال هذه الصورة يعني بنوضح أو يتوضح لنا كيف تنتقل الأبواغ من مكان إلى مكان عن طريق الهواء. إذن الجزء الذي ينمو ويتضاعف في الفطريات، يعني قلنا فيجيتيتيف بادي، إما يكون وحيد الخلية وهذه بنسميها ييست يونيسيلولار، أو بكون متعدد الخلايا بنسميه مولدز. بنسميه إيش؟ مولدز. والمولدز عبارة عن شبكة من الهايفي، والهايفي عبارة عن خيوط من الفطريات، عبارة عن خيوط من الفطريات. السيل وول تبعت الفطريات بتتكون من كايتين وجلوكان في الغالب، كايتين مادة كايتينية وجلوكان سكريات. الفطريات تحتوي على أعضاء أو عضيات داخلية زي المايكروفيلامنتس والمايكروتيوبيولز اللي هي الأنابيب الصغيرة أو الخيوط اللي بتكون موجودة داخل الفطريات. الفطريات عبارة عن كائنات هيتيروتروفيك، يعني تتغذى على مواد عضوية جاهزة، ليست أوتوتروفيك ذاتية التغذية، مش ذاتية التغذية، إنما هيتيروتروفيك غير ذاتية التغذية، يعني تتغذى على مواد عضوية جاهزة. كمان المعلومة هذه توي حكيناها قبل شوية، قلنا إنه الفطريات تهضم الطعام ثم تبتلعه، تهضم الطعام ثم إيش تبتلعه. فنجاي دايجست ذن انجست، بتنتج اكسو انزيم، انزيمات بتحلل الطعام بعدين بتبتلع وبتمتص الطعام. معظم الفطريات بتخزن الطعام على شكل جلايكوجين زي البني ادمين مثلا او الحيوانات، بينما طبعا النباتات بتخزن الطعام على شكل نشا ستارش. في نقطة مهمة في تركيب السيل وول او السيل ممبرين تبعت الفطريات، انه السيل ممبرين دائما بيتركب من مادة اسمها ارجستيرول، بينما في الانسان مثلا او في الممل سيل في خلايا
الثدييات بتركب السلممبرين من كوليسترول، بينما في الفطريات بتكون من ارجسترول. كمان الفطريات لها تيوبيول بروتين زي ما حكينا قبل شوية، في انابيب داخل الفطريات، مثلا في عنا الخيوط المغزلية اللي بتساعد في عملية انقسام الخلية. الخيوط المغزلية عبارة عن تيوبيول بروتين. الفطريات معظم الفطريات فيها يعني أنوية مثلا كثيرة، والمادة الوراثية متكررة، يعني بنلاقي في خلايا جنب بعض كل خلية فيها نواة، والمادة الوراثية متكررة ريبيتيتيف دي ان ايه، متكررة يعني نفس الدي ان ايه في كل الخلايا. ممكن عملية انقسام الفطريات الميتوزيز تتم بدون ما تنقسم الخلايا عن بعضها البعض، فبتعملنا ايش ايش بنسميه الهايفي او الثلث. الهايفي او الثلث، الهايفي عبارة عن خيوط، والخيوط هذه عبارة عن خلايا من الفطريات مرتبطة ببعضها البعض، خلايا من الفطريات مرتبطة ببعضها البعض تنمو من الطرف من التب. هذه الصورة او الفيديو بوضح كيف تنقسم اللي هي الفطريات من الطرف. اذا قلنا الفطريات هي عبارة عن خلايا متجاورة تشكل خيوط بنسميها الهايفي او الثلث، في النباتات بنسميها الثلث لكن في الفطريات بنسميها هايفي. طبعا الثلث هي عبارة عن شبكة من الهايفي، هي عبارة عن ايش؟ شبكة من الهايفي. لكن بالفطريات انا بنفضل نسميها ايش؟ مايسيليوم وليس ثلث، بنسميها مايسيليوم. مورفولوجي اوف يست اند فانجاي، شكل الخمائر والفطريات. في عنا ماكرو فانجاي، ماكرو فانجاي هي الفطريات الكبيرة الحجم التي نشاهدها بالعين المجردة عندما نسير في الحديقة او في الغابة، وهذه زي مين؟ زي المشروم، زي عش الغراب بنشوفها بعيننا واحنا ماشيين في الغابة. في عنا المايكرو فانجاي هي الفطريات الصغيرة اللي يعني ممكن نحتاج مايكروسكوب عشان نشوفها، هذه تنمو على مثلا اطباق زراعية او تنمو على الاشجار او تنمو في اي مكان مثلا، او على الخبز او على الفواكه او كذا، يعني هي تمثل عفن الفطر او العفن تبعت الفواكه او الخضرار. اذا قلنا اشكال الفطريات، بنشوف الفطريات دائما على شكلين. الشكل الاول اللي هو اليست، اليست عبارة عن خلية وحيدة او خلية من الفطريات يعني واحدة فقط يونيسيلولر، وتنقسم عن طريق الانقسام الثنائي البسيط اللي هو الباينري فيجن. على الاطباق الزراعية ممكن نشوف هذه الخمائر باشكال او الوان مختلفة، بيجمنتد الى الوان مختلفة، ممكن تكون كريمي زي مثلا فطر اللي هو ساكاروماسي سيرفيسيا، هذا فطر الخميرة تبعت الطعام، فطر الخميرة تبعت الطعام، وهذا بتكون كريمي، او بتكون وايت بيضة زي فطر اسمه جيتريكام كانديدام ييست، هذه اسمها جيتريكام كانديدام. هذه خلايا اليست، قلنا اليست عبارة عن يونيسيلولر وحيدة الخلية، ولكن بنلاحظ هنا في الصور انه في خلايا جنب بعض، فحقيقة هو العلماء بيقولوا انه هذه خلية واحدة، وعندما تنقسم الخلية الام تبقى الخلية الاخرى مرتبطة بها لكنها منفصلة تماما عنها من ناحية فيسيولوجي، هي خلية منفصلة عنها ولكن تبقى ايش؟ مرتبطة معها في بعض الاحيان. الشكل الثاني من الفطريات اللي هو المولدز، المولدز اللي هو عبارة عن
فيلامنتس فنجاي اللي هي الفطريات الخيطية. أنا قلت قبل شوية إنه الفطريات ممكن نلاقيها على شكل خلايا متجاورة جنب بعضها البعض، خلايا إيه متجاورة. طبعا الخلايا هذه بعديك بصير شكلها إيه زي الخيوط، وبنسميها إيش هايفي، بنسميها هايفي. الهايفي هذه الخيوط ممكن الخلايا تكون مفصولة عن بعضها البعض، ممكن تكون الخلايا مفصولة عن بعض البعض، بنسميها سبتيتد، بنسميها ايش سبتيتد هايفي. هذه لها كروس وول، كأنه في حاجز بين كل خلية واخرى. اذا كان فيش حاجز بين الخلايا بنسميها كونسيتيك او نون سبتيتد، كونسيتيك او نون سبتيتد. الان الهايفي هذه الخيوط هذه لو اتجمعت وعملت شبكة من الخيوط بنسميها مايسيليوم، bundle of or tangled masses of hyphae اللي هي تعريف المايسيليوم. مايسيليوم عبارة عن شبكة من الهايفي، وتنقسم إما عن طريق الانقسام الجنسي أو اللاجنسي. زي ما حكينا هنا في إن هايفي بين الخلايا ما فيش حواجز بنسميها كونسيتيك، اللي موجودة على الشمال، واللي موجودة على اليمين في حواجز بين الخلايا، وهذه بنسميها سبتيتد. الصورة بتوضح مراحل تطور الفطر. الفطر أولا بكون شكله زي السبورز، أبواغ. الأبواغ بيطلع منها هايفي، وبعدين بتتحول لمايسيليوم. تحول لإيش؟ مايسيليوم. وأنا قلنا المايسيليوم هي شبكة من الهايفي. هذا الفيديو بوضح كيف تنقسم الفطريات، تتحول من سبورز لهايفي لمايسيليوم، وتنمو من الأطراف. هذه الصورة بتوضح أعضاء الخلية، خلية الفطريات، العضيات زي السيل انفلوب، النيوكلياس، الميتوكوندريا، الاندوبلازميك ريتيكولام، بروتيوسوم، وكل وظيفة كل عضي من هذه الأعضاء. طبعا يعني هذه انتو شغلات عارفينها يعني معروفة. مثلا السيل انفلوب اللي هو السيل وول او السيل ممبرين، وظيفته حماية الخلية، خلية الفطريات من الضغط الاسموزي، من الاجواء المحيطة فيه الى اخره. مثلا النيوكليوس بتساهم في عملية الانقسام، وبكون فيها المادة الوراثية. الميتوكوندريا انتاج الطاقة، وهكذا. الصورة هذه برضو بتوضح انه يعني كيف الفطريات علاقتها بالاكسجين. طبعا معظم الفطريات هي عبارة عن ايروبيك فانجاي، يعني هوائية، لكن في منها يعني مثلا اوبليجيت فيرمنتيتيف يمتعمل تحصل على الطاقة عن طريق الفيرمنتيشن، التخمر زي اليست الكانديدا وغيرها. مثلا في عنا فاكلتيتيف لفيرمنتيتيف، يعني اختيارية، وهكذا. في منها مثلا اوبليجيت ايروبيك، يعني معظمها هي اوبليجيت ايروبيك اللي هي تحتاج الى اكسجين للتنفس وانتاج الطاقة. هذه الصورة برضو بتوضح المواد الغذائية التي تحتاجها الفطريات، زي الكربون، الهيدروجين، الأكسجين، النيتروجين، الفوسفورس، بوتاسيوم، مغنيسيوم، سلفر، كالسيوم، كبر، ايرون الى اخره. فهذه كلها مواد تحتاجها الفطريات للبناء. وفي الجدول هذا بوضح لنا مصدر كل مادة. مثلا الكربون مصدرها من السكريات، السكرز. طب ايش الوظيفة تبعتها؟ لايش بتحتاجها الفطريات؟ عشان الستركشرال اليمنت اوف فانجال سيلز ان كومباينيشن وذ هيدروجين اوكسجين اند نيتروجين انرجي سورس. اذا تحتاج الفطريات الكربون
عشان بناء الخلية نفسها، بالإضافة لإنتاج الطاقة. كذلك الهيدروجين بتاخده الفطريات من البروتونز from acidic environment، من المحيط الحامضي، وبتستعمله كبروتون موتيف فورس لإنتاج الطاقة. وهكذا كل مادة لها وظيفة. بنلاحظ في الآخر ثلاث المواد اللي تحت، مثلا المنغنيز تستخدمها للإنزيم أكتيفيتي، والزنك للإنزيم أكتيفيتي لنشاط الإنزيمات، النايكل لليوريز أكتيفيتي لنشاط اليوريز إنزيم اليوريز، وهكذا. نيجي لتصنيف الفطريات Classification of Fungi. الفطريات تنقسم تقريبا إلى أربع أقسام، نشوفهم خلال الشابتر. مولد لايف سايكل، دورة الحياة تبعت الفطريات، المولد اللي هي قلنا الفطريات اللي إلها هايفي، وهذا حكيناها قبل شوية، قلنا اللايف سايكل بتبدأ من سبورز وتنتهي إيش بمايسيليوم، بالنسبة للمولد. الفطريات قلنا إما تنقسم انقسام جنسي سيكسوال ريبرودكشن أو انقسام لا جنسي. في من الفطريات تنقسم انقسام لا جنسي على طول، زي اليست مثلا لا تنقسم انقسام جنسي نهائيا أو يعني نادرا. وفي من الفطريات تنقسم انقسام جنسي، وبعض الأحيان تنقسم اللي هو لا جنسي. زي ما تشوفين يعني مثلا هي نبدأ من عند اللي هو الهايفي الانقسام الجنسي، تنتين هايفي بيلتقوا مع بعضهم البعض، بيندمجوا في السيتوبلازم، بعدين بيندمجوا في النواة اللي بنسميها المرحلة هذه كاريوسوم، كاريوغامي، تندمج النويتين مع بعض، بعدين بنقسموا انقسام ميوسي وبتنتج لنا السبورز. السبورز بصير لها تجرثم وبتعطينا الهايفي وبتعطينا المايسيليوم. اما تكمل الانقسام الجنسي واما تدخل الانقسام اللاجنسي. فالانقسام اللاجنسي المايسيليوم تعطينا بتنتج السبور، السبور بعدها بتتجرثم وبتعطينا اللي هي الهايفي وبعدين بتعطينا المايسيليوم. فهذه الانقسام الجنسي والانقسام اللاجنسي، قد الفطر نفسه قد يعني يقوم بالانقسامين معا، حسب الظروف المناسبة للفطر. تصنيف الفطريات حسب الشكل، حسب شكلها. قلنا في عنا ييست وحيدة الخلية، في ييست لايك فانجاي، الفطريات بتشبه اليست، هذه ممكن تعمل أشكال زي الهايفي، مش هايفي حقيقية إنما هايفي غير حقيقية، عشان هيك بنسميها ييست لايك فانجاي. في عنا مولد، المولد قلنا الفطريات اللي بتعمل الهايفي والمايسيليوم. دايمورفيك فانجاي، هذه اللي تعمل شكلين، تعمل ليست أحيانا وبتعمل المولد أحيانا أخرى حسب درجة الحرارة. يعني مثلا في كتير من الفطريات عند درجة 30 بنلاقيها إيش على شكل مولد، لما تيجي تدخل الإنسان بتصير إيش يتحول ييست عند 37 درجة مئوية. إذن الييست هي عبارة عن فطريات وحيدة الخلية، زي فطر اسمه كريبتوكوكاس النيوفورمانس. الييست لايك فانجاي هي الفطريات برضو وحيدة الخلية، لكن ممكن تعمل أشكال زي الهايفي، بنسميها سيدو هايفي، زي فطر الكانديدا البيكان. بالنسبة للمولد، هي عبارة عن الفطريات اللي بتعمل ترو مايسيليوم أو ترو هايفي،
اللي هي الخيوط اللي زي ما شايفينها في الصورة احنا، ومثال عليها فطر الريزوباس والميوكور وانواع كثيرة من الفطريات. الدايمورفيك فنجاي قلنا فيه إلى شكلين، ممكن تكون عند درجة حرارة الغرفة في التربة مثلا 25 درجة مئوية شكلها مولد فيلامنتس، وتتحول لييست لما تصير 37 درجة مئوية. وهذه أمثلة عليها كتير زي الهيستوبلازما كابسوليتم، بلاستوماسيس درماتايتس، باراكوكسيدويدز برازيليانسيس، كوكسيدويدز إيميتس، بنسيلم مارنيفي، سبوروثريكس سكينكي، كل هذه عبارة عن ديمورفيك فنجاي. قبل شوية قلنا الفطريات ممكن تنقسم أو تصنف إلى 4 أصناف. الصنف الأول بسموه كومون مولد والزايغوميكوتا. طبعا هذه التصنيفات حسب الانقسام الجنسي أو اللا جنسي، أو كيف يتم الانقسام الجنسي. زايغوميكوتا يعني هذه نوع من أنواع الفطريات اللي بتلتقي التنتين هايفي مع بعضهم البعض وبيعملوا زايغوت. بيعملوا ايش؟ زايغوت. في عنا الساك فانجاي او بسموه اسكو مايكوتا، برضو هذه تنقسم انقسام جنسي، وبتعمل الابواغ داخل اكياس اسكي. اسكي معناها كيس، عشان هيك سموها اسكو مايكوتا. الكلب فانجاي هذه برضو بتعمل الفطريات على شكل زي الشكل الهراوة او شكل البيزيديوم، عشان هيك بسموها بيزيدو مايكوتا. بيزيدو مايكوتا برضو تنقسم انقسام جنسي. النوع الرابع ينقسم انقسام لا جنسي اللي هو امبيرفكت فانجاي، هو الفطريات الناقصة، وسموه الفطريات الناقصة لانه لا ينقسم انقسام جنسي.